ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أستاذ مصطفى، كيف تقرؤون الزيارة التي قام بها شمخاني لبغداد من حيث توقيتها وأجنداتها أيضا؟ من الواضح أن علي شمخاني هو البديل الذي كلف بمسؤولية الملف العراقي أو ملف العلاقة مع العصابات الإرهابية التابعة لإيران من كل صنوف يعني أقطاب العملية السياسية الاحتلالية بعد مصرع جنرال الإرهاب قاسم سليماني. زيارته في هذا الوقت تأتي للملمة أو محاولة لملمة الأطراف الشيعية العميلة التي لإيران، وبالتالي اتخاذ موقف واحد سواء كما جاء في خبر نشرتموه قبل قليل وهو يعني الإبقاء على عبد المهدي أو محاولة الاتفاق على بديل لعادل عبد المهدي في هذا التوقيت. نعم، في هذا السياق بالحديث عن عادل عبد المهدي، يرى البعض أن زيارة شمخاني تهدف للإبقاء عليه في رئاسة الحكومة. إلى أي مدى تنطبق رغبة طهران مع معطيات الواقع الاجتماعي والسياسي في العراق اليوم؟ هناك افتراق هائل بين ما تسعى إليه إيران وما يطالب به الشعب العراقي. لا شك أن كل الخيارات التي تطرحها إيران أو مباشرة أو عبر عملائها في العراق من أقطاب العملية السياسية الاحتلالية كلها مرفوضة من قبل الشعب، وبالتالي فالأزمة قائمة. كما أن الصراع بين هؤلاء المشتركون في العملية السياسية سيستمر، لأنه أصلا صراع قائم لكسب المصالح والنفوذ، وبالتالي لا يمكن القبول بسهولة بالطرف الآخر. بالمقابل، يعتقد عادل عبد المهدي أن واشنطن تريد قطع علاقات العراق بإيران التي قدمت الدعم للعراق بحسب قوله. كيف يمكن الربط بين تصريح عادل عبد المهدي المجامل لطهران والأنباء حول زيارة شمخاني بالإبقاء على عبد المهدي؟ وفي الحقيقة تصريح ليس مجامل، هو تصريح حقيقي، لأن إيران هي من جاءت بعادل عبد المهدي وبغيره من الميليشيات الإرهابية، وهي من حقيقة يعني احتفظت بهم طيلة عقود لأجل قيامهم أو تكليفهم بمهمة تدمير العراق وقتل شعبه وسرقة ثرواته، وهذا ما تحقق فعلا على يد الغزو الأمريكي بالتوافق مع يعني الرغبات الإيرانية وبالتسهيلات التي قدمتها إيران لمشروع غزو واحتلال العراق. بالتالي هذه الزيارة يعني وما جاء فيها، إذا كان الهدف منها الإبقاء على عادل عبد المهدي، فلأن عادل هو في الحقيقة جزء من المشروع الإيراني وأداة تنفيذية طيعة لهذا المشروع الإرهابي الخطير في العراق وفي جوار العراق. أستاذ مصطفى، هل نفهم من ثناء عبد المهدي على إيران بأنه يوافق على إبقائه في هذا المنصب؟ يعني الكل جاءوا إلى هذه المناصب رغبة منهم في الحصول على مكاسب شخصية أو حزبية، وبالتالي لا يمكن أن نتخيل أو نتصور تخليهم عن مناصبهم بسهولة. عادل عبد المهدي أجبر على تقديم استقالته بسبب ثورة الشعب العراقي، وهذا واضح للجميع. يعني لولا هذه الثورة العظيمة لم يكن عادل عبد المهدي ليتقدم باستقالته، ولكان بقي الحال على ما هو عليه. كان بهاء الأعرج يعتبر بأن زيارة الوفد الإيراني دليل على فشل الكتل باختيار رئيس الوزراء. إلى أي مدى تؤكد هذه الزيارة وتصريح الأعرج أن القرار لم يعد بيد بغداد؟ أنا أعتقد أن ما قاله بهاء الأعرج في مكانه بالضبط هو عبارة عن يعني كل الذي يجري عبارة عن فشل متكرر، لأن أولا المصالح متضاربة والنفوذ يعني غير متفق على حدوده وإمكانياته، وقرار الشعب العراقي واضح أيضا في رفض هؤلاء، وبالتالي فالأزمة والفشل متكرر ومستمر.
ويعني هذه الزيارة لا شك أنها أي محاولة للتوسط بين الأطراف هذا يعني وجود مشكلة، وإلا لما كانت هناك محاولة للتوسط وللملمة الأطراف المتنافرة والمتصارعة. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.